طبيعة الحال خلال أيام 6 و7 و8 مارس الماضيين عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورة الثانية، وكان عندها جدول أعمال حافل بالمقارنة حول أولا التقرير السنوي الذي تم اعتماده والمصادقة عليه، الرأي الاستشاري بخصوص النموذج التنموي للمجلس، المصادقة كذلك على التقرير ديال الأحداث الاجتماعية بجرادة، والتقرير بطبيعة الحال الذي تم نشره ملخص عنه حول أحداث أو نقول احتجاجات في إقليم الحسيمة. تعرفوا بأن هذا التقرير كان نقول هو من التقارير المنتظرة من طرف الرأي العام الوطني، والأهمية لهذا الانتظار عملنا على الاشتغال حوله لمدة شهور ديال عمل مضني وعمل طويل، جمعنا فيه نقولوا أكبر ما يمكن من المعلومات عن طريق التحري، عن طريق الاستماع بما فيهم عائلات المعتقلين، بما فيهم كذلك المعتقلين خلال الزيارات التي كان يقوم بها الوفود ديال المجلس الوطني حقوق الإنسان، كذلك الشهادات ديال القوات العمومية، ما نشر في الفيديو في الفيسبوك في التويتر إلى غير ذلك. فإذا عملنا واحد معطيات متعددة التي تمكننا من التقاطع حولها في إطار أنه نتمكن من الانكباب على الادعاءات، سواء ادعاءات التعديد، ادعاءات المعاملة القاسية والمهينة، وكذلك ما يمكن أن يترتب عليه. انطلاقا من هذه كذلك في تكييفنا ولفهمنا لهذه الأشياء اعتمدنا بالأساس على الاتفاقيات الدولية، وهذه المرة على الاجتهادات القضائية بما فيها المحكمة الأوروبية وعدد من المحاكم الدولية في علاقتهم في تصنيفهم لادعاءات التعذيب، في تصنيفهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية، في كذلك ما أتينا به من جديد بالنسبة للرأي العام هي أهمية حرية التعبير والتجمع كحقين أساسيين من الحقوق ديال الديمقراطية وديال حقوق الإنسان، وفي ما عرفته من مس خلال هذه الاحتجاجات، كذلك الأخبار الزائفة، وهذا جديد ما قدمناه كذلك خلال هذا التقرير، واعتبرنا بأنه قمنا بتحليل أكثر من 10,000 منشور، حوالي 320,000 نشر. كذلك ونحن كيف اكتشفنا هذه الأخبار الزائفة؟ هو انطلاقا من متابعتنا للفيديوهات لأجل استكمال وترتيب الكرونولوجيا ديال الوقائع للمجلس، فاكتشفنا بأن عدد من هائل من الفيديوهات ومن الرسائل لا علاقة لها بما يجري في الحسيمة. ومن خلال تحليلنا وجدنا بأنه حوالي أكثر من 80% من الأخبار التي تم ترويجها ونشرها وتبادلها ودعمها عن طريق اللايك أو عن طريق الغتويت هي أخبار لا علاقة لها بما جرى وما عرفها في إقليم الحسيمة. ثانيا، هناك كذلك الملاحظة ديال المحاكمة كجزء مهم جدا في هذا التقرير، واستوفيناه بكذلك استنتاج عام اعتبرنا بأنه المنطقة بأكملها وخاصة إقليم الحسيمة هو بحاجة إلى تقييم أولا السياسة العمومية التي تم إعمالها وتنفيذها خلال هذه الفترة، كذلك أنه بعد نقول الهزات أو نقول الترددات في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وسجلناها بقوة في هذا الموضوع، وديال أن العنصر ديال الهوية وديال التاريخ وديال الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها المنطقة في 1959 تم استعمالها مجزأة وخارج السياق، وبالتالي ما أعطتش
ذلك الزخم الذي يريده للمغرب أن يتفاعل مع الانتهاكات الجسيمة حقوق الإنسان. أكيد بأنه هناك خصاص كبير جدا فيما يخص ديال المنطقة في تاريخها، في آلامها، في مآسيها ديال 1958 و59، لكن كذلك تجزئتها لم تساعد على هذا الموضوع. فبالتالي عملنا على أن أعلننا بأنه سنقوم بإحداث وحدة خاصة بحفظ الذاكرة وبما فيها التاريخ، وعلى أن يكون تلك التاريخ المغربي جزء من المقررات والمناهج التعليمية. شيء آخر أساسي، وأنه اعتبرنا وفي هذا التحليل، في هذا الاستنتاج العام، بأنه خاصة منذ الزلزال التي عرفته الحسيمة انطلقت نقول مشاريع مهيكلة مهمة جدا. هذه المشاريع المهيكلة هي بمثابة ما يمكن أن نطلق عليه المصالحة الاقتصادية. بعد هذه فالجمع ديالهم اليوم، نحن في هذه الفترة التي كيف سنجمع ما بين ما تبقى من المصالحة التاريخية والمصالحة السياسية مع المصالحة الاقتصادية لهذه، خاصة لإقليم الحسيمة. بغينا نخرج بخلاصة جملتين على هذه الأحداث وما عرفته، المحاكمة واش كانت نازية، واش الاحداث او العنف اللي كان هو تاهو من الطرف الاخر، وثانيا ما هي المستجدات ديال السجناء. طيب، اولا بطبيعه الحال احتجاجات الحسيمه يمكن نقسموها ثلاثه ديال المراحل. المرحله اللي فيها ما سميناه بالتظاهر السلمي، والذي تم حمايته وحمايه المتظاهرين، التظاهر الذي بعد 6 أشهر خاصة بعد مارس بدأ يعرف نقولوا عناصر ديال العنف، خاصة الرشق بالحجارة، وبعد ذلك مراحل اللي هي ما سميناه بالعنف الحاد، واللي فيها إضرام النار ونقولوا العمليات، وأحيانا اشتباكات. أظن بأنه في هذه المستويات الثلاث نقدم هذه المعطيات. أنا أظن الجديد في هذا التقرير أنه قدم ورتب المعطيات ونقول قوة وتسعى من حيث المعطيات لتوصيف ما جرى وتحميل المسؤولية لكل من يتحمل المسؤولية بخصوصها. ثانيا، قدمنا معطيات جديدة لأن يتمكن المواطن المغربي من معرفة حقيقة ما جرى، وهذه الحقائق صعبة لبعض الناس في الاتجاهات المتعددة، لكن المجلس عمل على أن يكون موضوعيا، والموضوعية ليست التوافق وليست التوازن، الموضوعية هي تقديم وقائع وبلورة خلاصات وتوصيات على إثرها، وهذه هي الموضوعية التي اشتغلنا عليها، وهذه الحقائق لأننا نريد أن نضمن واحد أولا الحقائق ديال ما جرى، ثانيا أثرنا حالات اعتبرناها يمكن قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، وطالبنا السلطات المعنية بتعميق البحث ونشر البحث وبما يضمن حق الانتصاف للذين اعتبرناهم نحن قد يتوفرون على عناصر دي الفعل التعذيب. فإذا هذه الموضوعية في هذه الكفين هي الحقائق التي تمكننا منها، المعطيات التي تمكننا من مقاطعتها، كذلك التحريات التي تمكننا من تحقيقها. فأظن بأنه اليوم هذا التقرير وموضوع نقاش وموضوع جدال، هو موضوع تداول، لكن نحن كمجلس سعيدة بأنه تمكننا من تقديم معطيات جديدة للرأي العام حول أحداث أليمة عرفها المغرب. نعم، هذا التقرير هذا واش غادي تترجموه وتصيفطوه للهيئات اللي قالت وما قالت في هذه الأحداث؟ المجلس ما يهمنا بالأساس أولا هو الرأي العام الوطني لتقديم هذه المعطيات. أكيد بأنه التقرير
هناك الحدود اليوم، هناك طلبات متعددة من مؤسسات متعددة لقراءته وللتمكن منه. التقرير هو في 400 صفحة، الملخص في 60 صفحة، وبالتالي المؤسسات هي بالضرورة ستطلب التقرير ديال 400 صفحة، وبعد أن قرأت عن طريق الويب سايت ديال المجلس التقرير ديال 60 صفحة.